أول حاجة هنتكلم فيها النهاردة هو زيت الزيتون. زيت الزيتون ممتاز للشعر أو البشرة. خليني أقول لكم ليه زيت الزيتون مهم جدا. زيت الزيتون زمان جدا جدا كانوا بيستخدموه للبشرة وللشعر كمرطب طبيعي. زمان ده من سنين؟ لا، بتكلم من قرون كان بيستخدم مرطب للشعر، يعني بلسم للشعر. ليه؟ علشان فيه فيتامين إيه. زي ما الصورة مبينة عندنا، ده شكل زيت الزيتون بالظبط اللي احنا المفروض بنستخدمه. لو جه فاتح عن كده يبقى متخلط بزيوت، ولو جه غامق عن كده ممكن ما يبقاش اكسترا فيرجن او بكر ممتاز. زيت الزيتون بيستخدم ازاي؟ بيستخدم على الشعر، بيتحط كحمام زيت، بيتحط نص ساعة وبعد كده بيتغسل. هل الناس اللي شعرها فاتح ممكن يغمق؟ سنة صغيرة ممكن يغمق سنة صغيرة. ايه اكتر حاجة مهمة في زيت الزيتون؟ هو فيتامين اي او فيتامين ه. ليه؟ لانه انتي اوكسيدنت او مضاد للاكسدة. كلمة مضاد للاكسدة دي كلمة مهمة جدا جدا وفي ناس كتيرة مش عارفاها. يعني ايه مضاد للاكسدة؟ يعني مش انا النهاردة لو قطعت تفاحة بتسود؟ اه. طب لو جبت ليمونة وحطيتها على التفاحة مش هترجع تاني لونها ابيض؟ برضو اه. طب ليه بتسود؟ علشان خاطر اتفتحت فتعرضت لعوامل الجو الخارجية، فبالتالي ممكن يسبب التجاعيد، فبالتالي ممكن تسبب الخطوط وممكن يسبب العيوب. الحاجات دي كلها ممكن تخلي ان التفاحة معرضة لعوامل الجو الخارجية، بتبقى معرضة للأكسدة، بتسود، بتكش، بيبقى شكلها مش حلو. فلازم نستخدم حاجة مضادة للأكسدة. اللي هي موجودة في ايه؟ موجودة في زيت الزيتون اللي لازم نستخدمه. من ضمن الحاجات التانية اللي زيت الزيتون بيعملها، اللي هي بيقوي جدا جدا بصيلة الشعراية، فبالتالي بيقلل موضوع السقوط. وصفات كتيرة جدا هنعملها بزيت الزيتون، بس في آخر فقرة، فقرة الوصفة.